تنوع الأنمي بهذا الوقت صار جدا واسع ويخدم جميع الأذواق والأعمار، وصار الأنمي يعكس حال ثقافي واجتماعي وتاريخي، وأيضا ينافس باقي الفنون المرئية من ناحية الجمهور والإيرادات وحتى تركيز المحتوى وتكاليفه. اللي ما يتابع الأنمي يظن أنه الأنمي هو شيء طفولي أو موجه للأطفال، لكن بهالوقت لا، الأنمي موجه لجميع الأعمار بدليل تنوع التصانيف والرسوم والأفكار. لذلك بديت وياكم بسلسلة على أفلام الأنمي راح تظهر لكم أعلى الشاشة، وراح أترك لكم رابط قائمة التشغيل بالوصف، شوفوا المقاطع السابقة وانطوني رأيكم بهم. فمرحبا بكم أصدقائي، أنا إبراهيم واليوم راح أتكلم عن 10 أفلام أنمي تخسرون الكثير إذا ما تفرجتوا عليها. قبل لا نبدأ أحب أذكركم أصدقائي أنه الأنميات مو كلهن من أعلى المراتب بالتصنيف العالمي، وإنما اختاريت أنميات حلوة ومميزة والترتيب عشوائي، فإن شاء الله يعجبكم الفيديو. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو ونشره بين أصدقائكم، ويلا نبدأ. نبدأ وياكم بالمرتبة 10 ويا فيلم كيكيز ديليفري سيرفيس. هذا الفيلم ساحر وجذاب جدا، من النوع اللي يجذبك إلى لبساطته. صح الفيلم يتكلم عن ساحرة، لكن ما بي معارك للسحرة. الفيلم يستعرض الحياة اليومية لساحرة مراهقة اللي تأخذ أول خطواتها في عالم نضوج الساحرات، واللي لازم تسافر إلى مدينة ثانية وتلقى وظيفة حتى يكتمل نضوجها. وهذا فعلا صار بإدارتها لشركة لخدمات النقل الجوي على مكنستها السحرية. الفيلم من تصنيف الدراما والخيال والمغامرات، من إنتاج استوديو جيبلي، صدر سنة 1989 من إخراج هاياو ميازاكي، واللي راح نذكر إلى أفلامه هواية بهاي القائمة. بالمرتبة التاسعة ويانا فيلم طوكيو غودفاذرز. فيلم غريب ومميز ومختلف عن بقية أفلام الأنمي. تدور أحداثه عن 3 أشخاص مشردين يعيشون في شوارع طوكيو، وبيوم الكريسماس ومثل باقي أيامهم يطلعون حتى يبحثون في القمامة، لكن يلقون طفل رضيع، ومنها يقررون ثلاثتهم خوض مغامرات شيقة في البحث عن أهله. الفيلم من تصنيف الدراما والكوميديا، صدر سنة 2003 ومن إخراج ساتوشيكن. وبالمرتبة الثامنة ويانا فيلم روجين زي، ويدور في إطار من الدراما والكوميديا. قصة الفيلم عن اختراع سرير حديث في عالم الطب. يشتغل السرير على الطاقة النووية ويقدم الكثير من المميزات للمرضى. يتم اختيار رجل كبير بالسن حتى يجرب هذا السرير، وممرضة مشرفة عليه في أول اختبار فعلي. ورغم أنه النتائج النظرية كانت مبشرة، فإنه التجربة العملية أخذت منحى مختلف تماماً. الفيلم صدر سنة 1991 ومن إخراج هيرويوكي كيتاكوبو. بالمرتبة السابعة ويانا فيلم ناسكا of the Valley of the Wind. أحداث الفيلم تتكلم بعد 1000 عام من حريق دمر الحضارة البشرية، ومن بعدها المتبقين من البشر عاشوا بمستوطنات منفصلة، لكن انتشار بحر الهلاك واللي هو مستنقع ضخم يحتوي أبخرة سامة وحشرات قاتلة وفطريات تنتشر بصورة أوسع وتهدد بهلاك المتبقين من البشر، وكل محاولات البشر بتدمير المستنقع تفشل. وهنا تظهر أميرة وادي الرياح حتى تنقذ المصير المجهول. الفيلم مقتبس عن مانجا تحمل نفس الاسم لنفس مخرج الفيلم، هو هاياو ميازاكي، وصدر سنة 1984 من تصنيف الخيال والمغامرة. متروبوليس هو فيلمنا اللي بالمرتبة السادسة. الفيلم مقتبس عن مانجا بنفس الاسم، والمانجا مقتبسة عن فيلم ألماني صامت أنتج عام 1927. ورغم أنه العديد من العناصر مختلفة بالأعمال الثلاثة ذني، إلا أنه الخط الرئيسي لهم واحد، أحداثه بالمستقبل لما يتعايش البشر مع الروبوتات،
ولما الروبوتات ياخذون مكان البشر بالوظائف وتكثر البطالة، يبدي يتكون نوع من الكره من الناس تجاه الروبوتات، وتبدي تتصاعد أحداث الأنمي المشوقة واللي صدرت سنة 2001 من تصنيف الخيال العلمي والدراما ومن إخراج رينتارو. بالمرتبة الخامسة معنا فيلم برنسس مونونوكي. يستعرض الفيلم الرحلة العجيبة للأمير اللي يسافر بالبلاد يبحث عن علاج للعنة اللي أصابته، ويشوف برحلته أمور وكائنات أشد غرابة، ويحضر معارك عنيفة جدا. هذا الفيلم هو أفضل أعمال المخرج هاياو ميازاكي، وبنفس الوقت أكثر أعماله سوداوية. وبكل تأكيد هذا الفيلم موجه للكبار وليس للأطفال، لأن به الكثير من المشاهد الدموية، لكن بالرغم من سوداويته ودمويته يظل واحد من أفضل أعمال الأنمي بشكل عام. الفيلم من تصنيف الخيال والمغامرات والأكشن، وصدر سنة 1997. بالمرتبة الرابعة ويانا فيلم My Neighbor Totoro. أحداثه تكون في إطار من الفانتازية والمغامرات. يتكلم الفيلم عن أختين ينتقلن للمعيشة بمنزل بالقرب من غابة تسكنها مخلوقات سحرية، فتصير صداقة بين الأختين وبين هاي المخلوقات. الفيلم من إنتاج استوديو جيبلي، وهو أيضا من أعمال المخرج هاياو ميازاكي. الفيلم يخاطب روح الطفل الموجودة عند المشاهد أيا كان عمره، ويجعله يتحد مع الشخصيات حتى يعيش وياها لحظات الطفولة والسعادة مرة ثانية. الفيلم صدر سنة 1988. وبالمرتبة الثالثة ويانا فيلم Perfect Blue من تصنيف الجريمة والرعب النفسي. أحداثه عن فتاة تترك فرقتها الغنائية حتى تحترف التمثيل. بعد هذا القرار تبدأ الأمور تأخذ منحى غريب جدا، وبعد عدة أحداث الفتاة تبدي تفقد ثباتها النفسي وينشكك قواها العقلية مع تزايد جرائم القتل من حولها. الفيلم من إخراج ساتوشي كون ومقتبس عن رواية للكاتب يوشيزاكو تاكايشي. الفيلم صدر سنة 1997. Grave of Fireflies هو فيلم عن الحرب العالمية الثانية، وهو بالمرتبة الثانية، وتحديدا يتكلم عن الشهور الأخيرة من الحرب، وهو من إنتاج استوديو جيبلي أيضا. يتكلم الفيلم عن طفل يجبر على الاعتناء بأخته الصغيرة بعد أن صار وحدهم بالحياة، ويجب عليهم أنه يقاومون الحالة البائسة اللي تمر بها البلاد بسبب انهزامها بالحرب العالمية الثانية. الفيلم والشخصيات راح تندمجون وياهم إلى درجة التعاطف الكبير وياهم بسبب الظروف المحيطة بهم. كاتب الرواية اللي أخذوا منها هذا الأنمي كتبها عن أحداث حقيقية هو عاشها. الأنمي من تصنيف الدراما التاريخي، صدر سنة 1988 من إخراج إيزاو تاكاهاتا. وأخيرا مع المرتبة الأولى الفيلم Spirited Away، وهو فيلم فانتازي وأحداثه في عالم موازي، لما أب وأم يأخذون بنتهم وينتقلون للمدينة ويتيهون الطريق ويدخلون طريق مختلف يوديهم إلى مغارة تدخلهم هذا العالم الموازي اللي ينقلب به البشر إلى حيوانات ووحوش، وتصير أكو كائنات ثانية من الأرواح والساحرات هي المتحكمة بمصيرهم. وسط هذا العالم تبرز شجاعة بتهم اللي عمرها 10 عوام برحلتها للبحث عن أبوها وأمها وإنقاذهم من المصير المحتوم. الفيلم من تصنيف الدراما والخيال والمغامرة، صدر سنة 2001 من إخراج هاياو ميازاكي. لهنا وصلنا لنهاية الفيديو. يا ترى يا أنمي من الأنميات عجبكم؟ وإذا أكو ببالكم أفلام أنمي ما ذكرتهن اكتبوها لنا بالتعليقات، ولا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة حتى اتشجع بنشر المزيد، وانشروا الفيديو بين أصدقائكم، وتحياتي لكم.